مرة أخرى يعود اتفاق الرياض للواجهة، وهذه المرة على خلفية تصعيد المجلس الانتقالي من خطابه ضد السعودية بعد منعها بعض قياداته من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. قبل يومين منعت الرياض عودة عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي كانوا في طريقهم إلى عدن، وهو ما قوبل باستهجان واسع داخل صفوف قيادات المجلس المدعوم إماراتيا وبين أنصاره. مصادر سياسية قالت أن منع عودة بعض القيادات إلى عدن كان اتفاقا ضمنيا بين الأطراف الراعية لاتفاق الرياض لضمان تنفيذه. يشمل المنع قيادات من السلطة الشرعية أيضا، إلا أن هذا التبرير لم يلقى صدى لدى أنصار الانتقالي. يرى أنصار المجلس أن خطوة الرياض تعكس موقفا ضد المجلس، فيما ذهبت بعض الصحف الممولة إماراتيا لاتهام الرياض بعدم الحيادية فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الرياض. بالمقابل يرى البعض أن الهجوم الانتقالي على الرياض ودورها يمثل خطوة تصعيدية للتنصل من الاتفاق، خصوصا وأنها تتزامن مع خطوات أخرى مثل تشكيل لواء عسكري جديد تابع للانتقال في أبيان في خطوة مخالفة للاتفاق. للنقاش سيكون معنا من لوزان في سويسرا القيادي السابق في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، ومن العاصمة الإماراتية أبو ظبي سينضم إلينا الناشط السياسي أحمد الصالح. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من أبو ظبي أستاذ أحمد الصالح. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا وسهلا عزيزي. أستاذ أحمد، أبدأ معك بالسؤال المشترك في حلقة هذا المساء من فضاء حر. تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير، هل يعني مواجهة مع المملكة العربية السعودية أم محاولة للتنصل من اتفاق الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد جدا بأن أكون معكم مرة أخرى، وسعد الله مساك ومساء ضيفك الكريم أيضا الأخ ياسر من سويسرا. شكرا جزيلا لك. والسادة المشاهدين الكرام، في البداية دعني أترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا اليوم في ضالع الصمود، ضالع الأبية التي لا زالت تواجه الحوثي اليوم وحدها، عندما سكتت كل الجبهات وخرست كل البنادق، ولا زال أبنائنا في جبهة الضالع يواجهون المد الحوثي وحدهم للأسف الشديد. فنترحم على شهدائنا الذين ارتقوا اليوم في هذه الجبهة. في الحقيقة نحن في الجنوب عموما يعني ليس لنا أن نواجه المملكة، ولن نواجه المملكة على الإطلاق، لسبب بسيط جدا، لأن لا يوجد بيننا خلاف للمواجهة على الإطلاق، ولا ترتقي تبايناتنا الصغيرة التي تحصل إلى مسألة الخلاف أو الاختلاف التي تدعي المواجهة. ونرى بأن المملكة هي الحاضنة والأم الأكبر والشقيقة الأكبر بالنسبة لنا، وجارة عزيزة ولها دور وفضل كبير جدا على بلادنا وعلى شعبنا في مراحل سابقة وحتى اليوم. لكن ايضا يحصل احيانا بعض العتب، ما حصل بالامس او اول امس صراحه امر يعني غير مقبول، يعني لا يجوز على الاطلاق بان يتم منع مواطن جنوبي من العوده الى بلاده تحت اي مبرر على الاطلاق، يعني لا يوجد هناك مبررات الى اليوم. الاخوه في المملكه لربما حصل هناك خطا، والخطا يجب اصلاحه، ويجب اصلاحه عاجلا وبالطريقه الصحيحه، بعيد عن مساله المحاباه وبعيد عن يعني الطبطبه. نحن بحاجة إلى توضيحات واضحة جدا، تعرف يعني أنه المجلس الانتقالي يمثل السواد الأعظم من الشارع الجنوبي، وهناك غضب شعبي وجماهيري كبير جدا، ولربما هذه الجماهير غدا تخرج عن السيطرة، وبالتالي تكون هناك تصرفات لا نقبلها نحن ولا ترضي إخواننا السعوديين. وبالتالي نحن نريد توضيحات واضحة يعني جلية للجميع، ما الذي حصل بالضبط. لا يجوز منع مواطن العودة إلى بلاده يحمل جواز رسمي وبطريقة رسمية، مع العلم انه ادواتنا وطرقنا للوصول الى بلادنا متاحه وكثيره ومتنوعه، ولا يستطيع كائنا من كان واي قوه على وجه الارض من منع مواطن جنوبي من العوده الى بلاده. اربع نقاط ربما ساعود واناقشها معك استاذ احمد الصالح اثرتها في اجابتك على السؤال المشترك. اذهب بالسؤال المشترك الى لوزان وضيفي من هناك الاستاذ ياسر اليماني. استاذ ياسر، التصعيد الاخير للمجلس الانتقالي الجنوبي، هل هو مواجهه مع المملكه العربيه السعوديه ام محاوله للتنصل من اتفاق الرياض؟ أسعد الله مساءك سيدي الكريم ومساء ضيفك الكريم الأخ العزيز أحمد الصالح والكل المشاهدين الكرام. يا سيدي، ما حصل بالأمس من منعان لعودة ما يسمى بالوفد الانتقالي أمر طبيعي جدا،
كلنا نعلم ان من منع الرئيس ومنع الحكومه الشرعيه في الفتره الماضيه هي المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات التي كانت في الواجهه. واليوم ما حصل لاعضاء المجلس الانتقالي هو امر طبيعي جدا، لان المملكه العربيه السعوديه والامارات تتعامل معهم كادوات تستخدم ضد الشرعيه، تستخدم ضد الحكومه، وبالتالي ما حصل هي رساله لهم ان لا مكان لكم، وسيتعامل معكم التحالف على راسها المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات كما تعاملت مع الشرعيه، كما منعوا الرئيس ومنعوا الحكومه ومنعوا ابناء المحافظات الشماليه من الذهاب الى عدن. اليوم المملكه العربيه السعوديه تستخدم ما يسمى بالمجلس الانتقالي ودوله الامارات كورقه للضغط على الشرعيه وعلى الرئيس هادي ولتنفيذ مشروع السعوديه والامارات في اليمن. ما حصل امر عادي، السعوديه تتعامل مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي على انهم ادوات، ومن اوجدهم هي السعوديه ومن دعمتهم هي السعوديه والامارات، والدليل على ذلك ان ذهبوا بهم الى الاتفاق بما يسمى باتفاق الرياض. السعوديه لا 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 تضع اي اعتبار لا للشرعيه ولا للمجلس الانتقالي. السعوديه والامارات تضع اعتبار اولا واخيرا لمشاريعها في اليمن، في المهره، في عدن، في شبوه، في حضرموت، في كثير من المدن اليمنية، وبالتالي لا يستطيع لا أعضاء مجلس الانتقالي ولا الحكومة الشرعية أن يتجاوزوا المملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات. والوضع طبيعي، ولا يستطيعوا حتى أن ذهبوا إلى بيان رقم واحد كما تابعنا المتحدث الرسمي باسم أعضاء المجلس الانتقالي نزار، الذي لبس البدلة العسكرية، البزة العسكرية، وكأنه هتلر يعني، وكأنهم سيغيروا شيء في المعادلة. بينما كلنا يعلم ان قوات الشرعيه اخذت 8 ساعات من شبوه الى ان وصلت الى منطقه العلم، ويعني صفت كل طيب الخطوط استاذ ياسر، استاذ ياسر الطيران الاماراتي. طيب استاذ ياسر، اذا الان سنبدا النقاش، ضابط وجندي. طيب الان بعد ان اجبته يتكرر مع اعضاء المجلس الانتقالي، وعليهم ان يتقبلوا هذا الامر لانهم ادوات. طيب استاذ ياسر الماني، هو يبدو ان هناك تاخير في الصوت ما بيني وبينك، ربما قد يصل الى 7 إلى 10 ثواني، لذلك سأنتظر قليلا عليك حتى تصمت، وأتمنى أن تسمعني بشكل أوضح وأسرع. سنبدأ النقاش الآن بعد أن أجبتم على السؤال المشترك، وأنتقل بالسؤال للأستاذ أحمد الصالح. تقول علاقة المجلس الانتقالي الأستاذ أحمد اليوم بالمملكة العربية السعودية هي علاقة طيبة، وأن السعودية هي الأم والحاضن للمجلس الانتقالي، وأن ما يحصل من خلافات هي بسيطة وصغيرة. لماذا نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي ارتدى بالبزة العسكرية وظهر بهذا البيان الذي فيه الكثير من التلميح والتهديد للمملكة العربية السعودية لموقفها الأخير ومنع قيادات المجلس من العودة إلى عدن؟ سيدي العزيز، نحن كقوى جنوبية كافة، مقاومة ومجلس وكافة القوى الجنوبية التي حتى وإن اختلفت مع المجلس الانتقالي لا زالت تعيش البلد حالة حرب، وبالتالي البذلة العسكرية هي البذلة الرسمية اليوم لمعظم كافة شعب الجنوب، يلبسونها يعني في كل الأوقات، وبالتالي لا يوجد شيء غريب على الإطلاق، وليست محل تهديد. ومثل ما قلت لا أحد يهدد المملكة. نحن في الحقيقة حصل هناك بعض التباين، أنا لست متحدث رسمي باسم المجلس، ولكني كمواطن جنوبي أنزعج في الحقيقة أن يتم اعتراض مواطن جنوبي من العودة إلى بلاده، وهذا الأمر ينطبق على كافة شعب الجنوب. يعني حتى وإن اختلف البعض مع المجلس الانتقالي أو قياداته، لكنه يغضبهم أن يتم الإساءة إلى مواطن جنوبي يحمل جواز مواطن طبيعي تماما ان يعود الى بلاده دون اي مبررات في الحقيقه. نحن يا سيدي العزيز كنا باركنا اتفاق الرياض، ولكن للاسف الشديد فيما يبدو بان اتفاق الرياض قد اطلقت عليه رصاصه الرحمه، وانه لم يعد صالحا على الاطلاق. وبالتالي الاشقاء في المملكه لربما لهم رؤيه اخرى حول موضوع اعاده احيائه مره اخرى، لكن 4 أشهر كانت كافيه الى حلحله كثير من الملفات السياسيه والعسكريه. للاسف لم يحصل تقدم فيها، حصل اختراق من بعض الاطراف، حصل تجاوزات، لم يكن للمملكه هناك صوت عندما حصلت بعض التجاوزات من خلال التعيينات التي كان ينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومه يعني وحده وطنيه مشتركه بالتوافق بين الجميع، ومع ذلك حصلت التجاوزات. اليوم لا اعتقد بان المجلس الانتقالي يتحمل كل هذا الامر، يعني الاخطاء التي حصلت، ومن ثم يتم منع يعني اعضائه من العوده الى بلادهم وبين اهلهم وشعبهم. طيب استاذ احمد، ساتحدث معك في نقطة نقطة. طيب عندما تقول أنه لا يحق للمملكة العربية السعودية اليوم منع مواطن يمني يحمل جواز اليمني من عودة إلى أرض الوطن، هناك قد يفهم أن هناك ازدواجية أو انفصام في تعامل المجلس الانتقالي مع هذه الأحداث والتطورات. لماذا عندما منع الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء كان الأمر عادي؟
دعني اقول لك انا ايضا ساتعامل مره اخرى على اساس يعني اننا مواطنين وان الرئيس رئيس للكل. لو اعلن الرئيس بصفه رسميه بانه تم منعه من العوده الى البلد سنكون اول من يدافع عن هذا الامر. لكن انا في الحقيقه لم نجد تاكيدات حقيقيه بانه يتم منع الرئيس على الاطلاق ولم نسمع بصفه رسميه. انا اتحدث هناك يعني حديث من بعض القوى والاحزاب المؤدلجه حول منع الرئيس وانه لم يستطيع العوده، لكن هذه امور ليست مؤكده. نحن سنتحدث عن اشياء مؤكده. دعم مكتب رئاسه الجمهوريه يصدر بيان بان رئيس الجمهوريه تحت الاقامه الجبريه ولا يستطيع العوده، شعب الجنوب كله غدا سيخرج ليطالب بعوده الرئيس عبد الرب منصور هادي، وانا اعدك بهذا الامر، لكن هذا الامر لم يحصل. لكن ما حصل في مطار عمان اعاده وفد رسمي مواطنين بجوازاتهم حصل امام الكل، وبالتالي نحن تحدثنا وغضبنا على هذا الامر، ولا يرضينا في الحقيقه ان يتم منع مواطن يمني سواء شمالي او جنوبي من العوده الى بلاده، ولا نقبل هذا الامر لاننا نعتبر هذا الامر اهانه للجميع. لكننا بحاجه ايضا الى تاكيدات رسميه وليست كلام صحف او جميل. يعني صحف صفراء. انقل هذه النقطه للاستاذ ياسر اليماني. استاذ ياسر اليماني، تقول ان قيادات المجلس الانتقال الجنوبي هي اليوم ادوات في يد الامارات والمملكه العربيه السعوديه، هناك من يرى من وجهة نظر مغايرة، بالعكس يقول عندما منعت قياداتهم من العودة إلى عدن ظهر نزار هيثم بالبزة العسكرية التي كنت في بداية حديثك يفهم أن هناك تلميح وسخرية ربما من الموقف، وأعلنوا بيان وموقف واضح ويقولون نطالب المملكة العربية السعودية بتوضيحات لماذا منعت قياداتنا من العودة. قيادات الحكومة والرئاسة والشرعية لم يصدر عنها أي موقف حتى اللحظة فيما يخص منع هذه القيادات من العودة للبلاد. يحسب هذه النقطة كما يرى البعض لقيادات المجلس الانتقالي. يا رجل، منع الأخ نايف البكري اللي هو محافظ محافظة عدن، ابن محافظة لحج، ابن يافع، منع الرئيس هادي، منع أحمد الميسري، منع كل أبناء المحافظات الجنوبية. ويأتي البعض يتحدث أن لا يحق لأحد أن يمنع أحد. منعوا أبناء المحافظات الجنوبية، منعوا أبناء أبين، منعوا أبناء شبوة، ومنعوا أبناء المحافظات الشمالية. ويتحدث الأخ العزيز أحمد الصالح أن لم يمنعوا أحد. الرئيس هادي أين هو من 5 سنوات؟ من 6 سنوات أين هو الرئيس هادي؟ لماذا منع؟ طائرة الرئيس منعت من الهبوط في مطار عدن، ويأتي أحمد الصالح ويقول أنه لم يمنع أحد. منعوا كل أبناء اليمن من الدخول إلى عدن. المملكة العربية السعودية والإمارات استخدمت بما يسمى بالمجلس الانتقالي يعني كأدوات للضغط على الرئيس هادي، للضغط على الحكومة لتمرير مشاريعهم. واليوم كما تدين تدان، تحولت نفس الممارسات التي مورست على الرئيس هادي والتي مورست على نايف البكري والتي مورست على كل أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية، تحولت اليوم ضدهم لأنهم كانوا أدوات، وبالتالي عليهم أن يتقبلوا الوضع. وليس السعودية مش محتاجة أن توضح لهم ولا أعمل لهم أي اعتبار. السعودية إذا أرادت ستطلق اليوم الجيش الوطني، سيعمل لهم كما عمل لهم في الفترة الماضية خلال 8 ساعات 10 ساعات الجيش الوطني في عدن. محمد بن زايد سلح بما يسمى بالمجلس الانتقالي بسلاح لمدة 5 سنوات. يعني هذا السلاح الذي سلح بما يسمى بالمجلس الانتقالي وقوات النخبة سيحرر منها الطنب الكبرى والطنب الصغرى وابو موسى، ومع ذلك خذلوه وجاء الجيش الوطني خلال 8 ساعات إلى عدن لولا تدخل الطيران كما شاهدنا الذي لم يخذلهم. إذا لم يحصل أي خذلان، إذا أستاذ ياسر لم يحصل أي خذلان إماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي كما تقول، لأنه في الأخير لا يوجد شيء اسمه جنوب ولا شمال، يوجد شيء اسمه اليمن وستبقى اليمن. طيب أستاذ أحمد الصالح، طلب المجلس الانتقالي توضيحات من المملكة العربية السعودية على موقفها الأخير ومنع القيادات من المجلس الانتقالي، مرت الأيام والساعات وحتى الآن لم يصدر أي موقف سعودي. هل يفهم هذا كما يقول أستاذ ياسر اليماني أنه لا مبالاة ولا اهتمام من المملكة العربية السعودية بالمجلس الانتقالي، أم وصلتكم بعض التوضيحات وأنت ربما الآن قريب من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي؟ في الحقيقة هناك يعني عمل وجهود كبيرة جدا وحثيثة خلال اليومين الماضيين من قبل الأشقاء في المملكة لمحاولة إصلاح الأمر، ولكن كل العروض التي عرضت إلى هذه اللحظة لم تفي أو لم ترتقي إلى مرحلة رد الاعتبار. نحن بالمناسبة سيعودون إلى عدن متى ما أرادوا بطرقنا ولدينا آلياتنا، لكننا نريد، لأنه لا زالت لدينا شراكة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، لا زال لدينا عمل سياسي وعمل عسكري، وبالتالي لا نسعى في الحقيقة إلى غلق الأبواب على الإطلاق. نريد توضيحات ومن ثم رد اعتبار.
الأخوة السعوديين تقريبا يعني عرضوا على الوفد أن يأتي، سترسلوا له طائرة خاصة إلى أبو ظبي لإعادتهم إلى الرياض مرة أخرى للسير مرة أخرى إلى موضوع اتفاق الرياض والتفاهمات. أعتقد حسب ما فهمت وعلمت بأن المجلس الانتقالي لديه تحفظات حول موضوع أولا رد اعتبارهم، وإلى هذه اللحظة يرفض عودة وفده إلى الرياض حتى يتم إصلاح ما تم يعني عمله في اليومين الماضيين، هذا أولا. ثانيا دعني أقول الأخ ياسر عندما يقول إذا كان الأخوة في الشرعية يعني ساكتين وراضين إذا حصلت لهم ما حصل لهم الأمور هذه ولا يتحدثون بصفة رسمية، فلا نتحمل نحن هذه المسؤولية. نحن نقول لك، أنا أقول لك بوضوح صراحة، أنا يعني أعتبرها إهانة تامة عندما يتم منع مواطن من العودة إلى بلاده سواء اختلفنا معه أو اتفقنا معه، سلطة أو معارضة لا يهمني، لكني لا أقبل على الإطلاق أن يتم إهانة مواطن يمني وعودته أو منعه من السفر بدون أي مبررات، هذا أولا. ثانيا دعني أقول لك، نحن في الجنوب الآن ليست يعني مطالبنا اليوم فقط هي موضوع حول موضوع منع وفد، بل هذه أمور بالنسبة لنا بسيطة ولا ترتقي إلى مسألة قضية. لدينا مشروع سياسي ولدينا قضية كبيرة جدا ولدينا تفاهمات حولها، ويفترض لنا العودة إلى المسار السياسي. بالتالي مسألة ما حصل بالأمس هو أمور تحصل في عالم السياسة، والسياسيين هم من يديرون مثل هذه الملفات، لكن طلباتنا أو يعني متطلباتنا في الحقيقة ومتطلبات شعب الجنوب هي حلحلة حقيقية للملفات السياسية والأمنية والخدمية. اليوم البلاد تعاني انخناق حقيقي، هناك جمود سياسي كبير جدا، هناك إشكالية عسكرية كبيرة جدا، هناك تدهور كلي في الخدمات، في انقطاع الرواتب، في كثير من الأمور داخل الأراضي في عدن وفي الجنوب كله وفي بعض المناطق المحررة حتى من الشمال، ونحن بحاجة إلى حلحلة هذه الأمور. أما مسألة يعني عودة الوفد من مطار عمان أو منعهم، هذا أمر سيتم حله اليوم أو غدا، وهو موضوع يعني لا يرتقي إلى حجم قضية كبيرة جدا، لكن بحاجة من الأخوة السعوديين إلى يعني أولا فهم النفسية الجنوبية، لأنه هذا أمر خطير جدا. نحن في شراكة وفي خندق واحد وفي معسكر واحد، وبحاجة إلى أن تكون بنادقنا وأقلامنا وسهامنا وخطابنا كله موجه تجاه العدو الحوثي، ولا ننشغل بتوافه الأمور. ولا أعتقد بأن المسؤول عن مثل هذه الأمور يعني حسب حساب أن ستكون هذه الأمور يعني طيب. ستحاول أن تفرع جهود الناس، ونحن لا نريدها في الحقيقة. نحن والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في خندق واحد، ولا زلنا وسنظل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعمل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية أيضا أن يحلحلون كثير من الملفات التي وقفت خلال الأربع أشهر الماضية. اتفاق الرياض لا أعتقد في الحقيقة أنه أصبح صالحا بعد اليوم وبعد ما حصل على الإطلاق، وليس هو نريد أن نتناقش في هذه النقطة اليوم. لماذا يقال أن السعودية لم تعد يعني الراعية المثلى لهذا الاتفاق؟ لماذا بدأت بعض هذه الأصوات التي توصف بأنها مدعومة إماراتيا بالحديث عن أن السعودية أهدرت الفرص وأنها ترعى اتفاق منهار؟ أستاذ ياسر اليماني، تتهمون المجلس الانتقالي بأنه استقوى أو يستقوي بالإمارات، دولة الإمارات، لكن عمليا الإمارات سحبت معظم قواتها بحسب ما أعلنت، والانتقالي اليوم يرى نفسه مسؤول عن قضية ومستعد للذهاب بعيد في سبيل الانتصار لها، ولديه مواقف واضحة وصريحة ومعلنة. يا سيدي العزيز، اولا خليني اقول لك، اول اشكر الاخ العزيز احمد الصالح لروحه الوطنيه تجاه كل ابناء اليمن. هذه روح وطنيه لا تجدها عند بعض المرتزقه، لكن تجدها عند هذا الشخص انه حر وابن شبوه. اما بالنسبه لسؤالك، انت تدرك ان السعوديه والامارات لديهم مشروع، ولا يمكن ان تختلف السعوديه والامارات بسبب بما يسمى بعناصر المجلس الانتقالي، والتي انا لا اطلق عليهم الا انهم مجرد ادوات ومرتزقه مع محمد بن زايد، ولا يمكن ان تعمل لهم اي اهتمام السعوديه، ولا يمكن ان تقدم لهم اي توضيح. من منعوا الرئيس بالامس ومنعوا الحكومه من العوده الى عدن، هم انفسهم اليوم من منعوا اعضاء بما يسمى بالمجلس الانتقالي الى العوده الى عدن، وبالتالي عليهم ان يتقبلوا هذا الوضع بروح رياضيه مثل ما. طيب اذا كانت علاقه السعوديه والامارات جيده بالمجلس الانتقالي، لماذا اذا منعت قيادات المجلس من العوده الى عدن؟ هذه من ابناء الجنوب، احمد الميسري من ابناء الجنوب، القبواني من ابناء الجنوب، علي ناصر من ابناء الجنوب. انا اقول لك في 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 رد في بعض ردي ان لا يمكن ان تختلف السعوديه والامارات بسبب ما يسمى بالمجلس الانتقالي. السعوديه والامارات لديهم مشروع في اليمن، ارادوا ان يحققوه عبر ادواتهم بما يسمى بالمجلس الانتقالي، تاره وتاره اخرى
عبر الشرعيه وابتزاز الشرعيه بما يسمى بالمجلس الانتقالي. انا اقول لك ان السعوديه والامارات لا يمكن ان يختلفوا من اجل ما يسمى اعضاء المجلس الانتقالي. لديهم مشروع في اليمن وممكن ان يضحوا بما يسمى بالمجلس الانتقالي، وما حصل بالامس خير دليل. وانا في اعتقادي ان من بلغ على العناصر التي كان مفترض ان تنقلهم الامارات الى عدن ولو عبر طائره الخضار التي كانوا يتنقلوا فيها في الفتره الماضيه، لكن لماذا ذهبوا الى الاردن؟ لماذا لم تعطيهم الامارات رحله او طائره خاصه للخضار التي كانت تنقل لجنودها الى عدن؟ لماذا لم يذهبوا عبر طائره من الامارات؟ لماذا ذهبوا الى الاردن تسللا ليلا؟ ولكن ما حصل ان الامارات ابلغت السعوديه. الاجابه واضحه تحدث بها احمد الصالح، قال انهم لا يريدون التصادم مع المملكه العربيه السعوديه وانهم هناك بينهم تعاون وتنسيق. المجلس الانتقالي متواجد في الاردن ومتحرك الى عدن، من ابلغ السعوديه هي الامارات. ولا يمكن ان يصطدموا مع السعوديه وليس قادرين على الاصطدام مع السعوديه، ما قدروا يصطدموا مع الشرعيه، ما قدروا يصطدموا مع الرئيس هادي والجيش الوطني. خلال 8 ساعات يعني وصل الجيش الوطني من شبوه عدن، ساقهم سوق القنم، وياتي واحد يقول لك احنا مستعدين نتصادم مع السعوديه. والله لا يقدروا لا يلبسوا الدريسات ولا يعني يعلنوا حاله الاستنفار ولا يصدروا بيان اول ولا بيان ثاني ولا يقدروا يعملوا شيء، وهم عارفين ان السعوديه هي من فرضتهم وهي من جابتهم الى الرياض هي والامارات، وعند استعداد السعوديه ان تتخلى عنهم وان تنهيهم وان تعطي ضوء اخضر للرئيس هادي وللجيش الوطني ان يمشي في عدن. سيدخل خلال ساعات وانا اراه هناك، مش انا كل اليمنيين. طيب. نتمنى على ما يسمى بالمجلس الانتقالي مراجعه حساباتهم ان يفهموا ان الامارات استخدمتهم كادوات ضد بلدهم وضد اهلهم، وعليهم اليوم مراجعه حساباتهم ويدركوا ان اليمن سيظل إذا, اذا 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 كان عليهم هم اذا كان هم عليهم على طيب بحسب كلامك استاذ ياسر اليماني طيب في اطار مؤتمر الحوار وفق قرار 2216 للمجلس الامن الدولي هو تاخير الصوت الان يبدو انه يؤخر ما بيني وبينك النقاش والتفاعل. اذا كان على قياده المجلس الانتقالي عمل مراجعات كما تقول في موقفهم الوطني من البلاد، اذا على ايضا القيادات الشرعيه ان تنتظر الفرصه والرغبة السعودية لتمكينهم أكثر من الواقع حتى الآن لأنها راضية عن مجلس الانتقال. طيب أستاذ أحمد الصالح، تقول العلاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية، لكن عندما تحدث بعض الصحف اليوم المحسوبة على الإمارات والمؤيدة لمواقف المجلس الانتقالي وتقول أن التحالف اليوم لم يعد مؤهلا لرعاية اتفاق الرياض وحمايته من الانهيار، كيف يفهم هذه التصريحات وهذه المواقف ضمن حديثك أو في سياق حديثك عن أن العلاقة جيدة اليوم مع المملكة العربية السعودية؟ دعني أقول لك أنه العلاقة فعليا كعلاقة بين المملكة العربية السعودية يعني يسودها كثير من التفاهمات وكثير من الاحترام وكثير من الشراكة الموجودة. ملف اتفاق الرياض هو أحد الجزئيات في هذه التفاهمات، للأسف الشديد تم الإخفاق فيه والكل شهد على ذلك. المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية يعني أدت كل ما عليها في هذا الأمر، لكن للاسف الشديد انه لم تكن هناك نوايا صادقه مبيته، ولربما للاسف الشديد انه الاشقاء في السعوديه لم يعطوا الاهميه الكبيره جدا لاليات الضغط لتنفيذ اتفاق الرياض. نحن لازلنا الامل في الحقيقه في الدور السعودي بحكم ان السعوديه هي يعني المكان الذي نتفق فيه كلنا بكل اختلافاتنا وبكل مشاكلنا، نتفق هناك في المملكه والمملكه لها صوت على الجميع، لكن لا نريد المملكه ان تضيع بوصلتها في هذا الاتجاه وتخرج في معارك جانبيه لا تمت للحل السياسي بصله. الاتفاق الرياض يعني المملكه هي من رعاته وهي من يعني اتت بالاطراف وهي من دعت اليه، وبالتالي هي اليوم ايضا بحكم حضورها وبحكم تواجدها وبحكم تاريخها ايضا وبحكم امكانياتها، انا ندعوها اليوم مره اخرى للضغط ان كان هناك من مجال. انا بالنسبه لي ارى بان الاتفاق الرياض الحقيقه لم يعد صالح على الاطلاق لاسباب كثيره جدا، لكن ان كان هناك من ضربه انعاش مرة أخرى من الأشقاء في المملكة وفترات سريعة خلال الأيام القادمة لربما يكون هناك، وإلا سوف ندخل أيضا في عنق ضيق للجميع لم يخرج منها أحد منتصر، لكن نحن في الجنوب ليس لدينا خيارات في الحقيقة، ولا نريد أيضا أن نكون كبش فداء للأطراف. ألا نريد أن نتحدث حول الخيارات المتاحة للمجلس الانتقالي؟ تقول أنه خلال يوم أو يومين ستحل مشكلة منع قيادة المجلس من العودة إلى عدن وسيتم رد الاعتبار لهم. إذا لم يحدث ذلك ولم نشهد أي موقف من المملكة العربية السعودية واكتفت بتصريح الجابر وتغريدة على تويتر عندما قال أنه
تحظى قيادة المجلس باحترام وكفى يعني، ولم يكن هناك أي موقف. ما المتوقع من المجلس الانتقالي؟ إلى أين ستسير الأمور؟ ماذا بيده فعله؟ بيده الكثير. اولا دعني اقول لك بانه ما حصل في الاساس هو يعني لم يكن يعني فقط المجلس الانتقالي او من ينتمون له، ولكنه يعني كل مواطن جنوبي في الحقيقه في ارض الجنوب، وهذا امر لا يقبل به ابناء الجنوب على الاطلاق انه يتم اعاده ابنائهم من مطارات اخرى بطلب من دوله اخرى، هذا امر غير مقبول. وبالتالي خياراتنا في الشارع لا زالت مفتوحه، لدينا قوانا، لدينا يعني كثير من الخيارات المتاحه. من ناحيه عوده الوفد بالمناسبه لدينا طرقنا والياتنا للوصول الى بلادنا بطرق متنوعه ونحن نعرفها كيف نصلها، ولكن نريد ان نعطي مساحه للاشقاء في المملكه حتى يتم اصلاح الامر، وهم يعملون على معالجته، نامل ان يشرعون في هذا الامر. لكن خياراتنا نحن في الجنوب لسنا موظفين لدى احد ولسنا رعايا لدى احد، لدينا شراكه نحترمها، لدينا مصالح مشتركه نحترمها، لدينا كثير من الامور نتفق عليها يجب ان تحترم من الطرفين، لكننا لسنا اتباع ولن نكون يوم من الايام اوصياء تحت احد على الاطلاق. لا يمكن ان نكون بهذا الشكل، نحن لدينا قضيه وطنيه قدمنا من اجلها الاف الشهداء والتضحيات والدمار، ولا يمكن ان نقبل قيمه لدماء شهدائنا وتضحياتنا ان تكون بتوقيع اتفاقيه لا ترتقي الى مرحله يعني متطلعات شعبنا على الاطلاق. نحن لازلنا اليوم نقول نحن مع المملكة وفي خندق واحد ومع الإمارات ومع دول التحالف، لكن أيضا يجب عليهم أن يكونوا معنا. نحن أيضا نقول نحن نحترم المملكة ونحترم التحالف، لكن عليهم أيضا أن يحترموننا ويحترمون تواجدنا، يحترمون قياداتنا، يحترمون مشروعنا السياسي ونضالنا. هذا أمر لا يقبل القسمة على اثنين. نحن لا نقبل الإساءة لهم ولا لقياداتهم ولا لوطنهم، لأنه نعتبر بأن وطن واحد وقياداتنا، ونحترم كل شيء في المملكة العربية السعودية. أستاذ ياسر اليماني، ليس من باب المبالغة نقول هو نحن صادقين في الأمر هذا، وليس من باب الضعف نقول هو نحن نعرف إمكانياتنا وحضورنا، ونحن واقف على أرضية صلبة وبأقدام ثابتة في بلادنا. اسمح لي أنقل النقطة للأستاذ ياسر اليماني. أستاذ ياسر اليماني، كما يقول الأستاذ أحمد الصالح، هم ليسوا أتباع، لديهم قضية يعبرون عنها، وأيضا ربما ما حدث بحسب بيان المجلس الانتقالي يعتبر بأنه سابقة خطيرة قد تنذر باندلاع ثورة. إذن لدى المجلس الانتقالي خياراته في التعاطي مع أي موقف يصدر من المملكة العربية السعودية، وأن فقط الآن المتاح للمملكة للشرعية هو اللعب فقط على وتر الخلافات ما بين السعودية والمجلس الانتقالي، وأنه لا توجد أي خيارات حقيقية لدى الشرعية، وأنها تستغل فقط حالة مضي الوقت ل مماطلة أكثر وأكثر. يا سيدي العزيز، أنا أود أوضح للأخ العزيز أحمد الصالح. أخي أحمد، أنت تدرك أن رواتب ما يسمى بالمجلس الانتقالي وميليشياتهم، كل رواتبهم يستلموها من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات، وبالتالي لا تستطيعوا أن تقدموا أي شيء في وجه السعودية، ولا تستطيعوا أن تواجهوا السعودية، لأنك تدرك من طلقة الرصاص إلى الطقم إلى الراتب الشهري الذي يستلموه، من عيدروس الزبيدي إلى هاني بن بريك إلى الخبجي إلى كل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، كل رواتبهم تأتي من السعودية والإمارات، وبالتالي لا يستطيعوا أن يواجهوا السعودية، ولا عندهم القدرة لمواجهة السعودية. السعودية إذا اضطرت يعني اذا وصلت الى مرحله الاضطرار تتطلق عليهم الجيش الوطني، وستقول هذه معركه بين اليمنيين، وستحسم الامور لصالح الشرعيه، وانت تدرك ذلك يا اخ احمد، لان ما يسمى المجلس الانتقالي لم تعد لديه حاضنه شعبيه، دمر كل شيء بعدل، وانت تدرك اخر الجريمه ارتكبت في حق ابن الجنيدي من قبل بلاطقه وخريجين سجون، وقتلوا واحد امام يعني امام مراه ومسمع من كل ابناء المحافظات الجنوبيه وفي عدن في الشارع، وقتلوا قبله يعني طابور طويل من ابناء المحافظات الجنوبيه من ابناء عدن. اليوم لم تعد لديكم حاضنه شعبيه في عدن، ولا في لحج، ولا في حضرموت، ولا في المهراء، ولا في شبوه، وبالتالي لا تستطيعوا تعملوا شيء. طيب، هذه النقطه واضحه استاذ ياسر. ماذا عن سؤالي عن خيارات الشرعيه اليوم غير انها تلعب فقط على وتر الخلاف ما بين السعوديه والمجلس الانتقالي في هذه الفتره من قبل السعودية وربما الإمارات من تحت الطاولة؟ يا سيدي العزيز، دعني أقول لك أن الشرعية أصبحت أسيرة لدى المملكة العربية السعودية، ولكن هناك قوى وطنية داخل الجيش الوطني، قوى قبلية في أبين، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، في كل المحافظات، في لحج، في الصبيحة، كل القوى الوطنيه اليوم ترفض رفضا قاطعا بما يسمى بالمجلس الانتقالي، ولا خيار
لا لدى الشرعية ولا لدى الرئيس ولا لدى أحد. الخيار الوحيد أن تعود الدولة وأن تتساوى الناس في الحقوق وفي الواجبات، وإذا أحد لديه مطالب سواء المجلس الانتقالي أو غيره، يعني هناك قنوات رسمية ودستورية وشرعية. اليوم ينبغي أن تعود الدولة سواء بالرئيس سواء بالحكومة سواء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، يجب أن تعود الدولة إلى اليمن. اليوم السعودية والإمارات ظلت تلعب على وتر الصراعات بما يسمى بالمجلس الانتقالي، بما يسمى بالشرعية، بما يسمى بقوات النخبة. كل هذا تضييع وقت لغرض منه تمديد المشروع السعودي الإماراتي في اليمن. اليوم على كل القوى الوطنية، نتمنى على ما يسموا أنفسهم بالمجلس الانتقالي مراجعة حساباتهم. التاريخ لا يرحم والأجيال لا ترحم. طيب، منعتوا من عدن، منعتوا أبناء عدن، منعتوا أبناء أبين، منعتوا أبناء شبوة، حاربتوا الجميع وتقول لي لدينا مشروع. أنتوا ليس لديكم حاضنة في الجنوب نهائيا، ولم يعد حد يتقبلكم. قتلوا وقتلتوا، سرقوا وسرقوا، وأراضي ونهبوها، ويعني قتلوا العلماء وقتلوا المشايخ وداهموا مساكن أبناء أبين وأبناء شبوة ومنعوا. طيب، أبناء هذه نقاط المحافظات الشمالية، تتطلب توضيح ورد من الأستاذ أحمد الصالح، وأنا سأتيح له الفرصة ليرد عليها. أستاذ أحمد الصالح، هذه النقاط أثارها الأستاذ ياسر، اليمن اليوم يتم استنكار ومنع قيادات المجلس الانتقالي من العودة بدعوى الحفاظ على السيادة الوطنية وحق المواطنين اليمنيين في التواجد داخل أرضهم. منعت قيادات في المجلس الانتقالي مواطنين من محافظات أخرى ربما من البقاء والعيش في محافظات جنوبية، هذه نقطة. وأيضا يتساءل الأستاذ ياسر اليماني، يقول كيف يمكن للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم أن يكون له قراره المستقل والمصروف من طلقة الرصاص إلى أكبر دعم عسكري يتلقاه اليوم من السعودية والإمارات، كيف يمكن أن يكون له قرار مستقل وأن يكون صاحب قرار لا تابع؟ ثاني أقول لك أن الانفعالات والصراخ ويعني الاتهامات من الأشياء السهلة جدا التي يستطيع إطلاقها، لكن دعني أقول ببساطة جدا أن المملكة العربية السعودية والإمارات من قبل عندما كانت تصرف وتدفع ليست هذه الدول جمعية خيرية من أجل تعطي الناس بدون مقابل. نحن وقفنا في خندق الحرب الأمن العربي القومي ضد إيران وميليشياتها، ونحن أول من قطع يد إيران في المنطقة وأول من حقق انتصار عربي عندما سيطرت إيران وأعلنت بأنها أسقطت 4 عواصم. انتفض شعب الجنوب ووقف بكل إمكانياته، وقدمنا أكثر من يعني قرابة 10,000 شهيد في هذه المرحلة وأكثر من 60,000 جريح على فاتورة كبيرة جدا. وبالتالي المملكة العربية السعودية والتحالف عندما تدفع الفواتير وعندما تدفع الرواتب وعندما تعطي السلاح تعطي من أجل مصلحة أمنها القومي العربي، ولن تبقى إلى ما لا نهاية. نحن خياراتنا أيضا، نحن في بلدنا لدينا ثرواتنا، لدينا إمكانياتنا، لدينا يعني دخلنا القومي، لدينا نفطنا، موانئنا، لدينا جزرنا، لدينا أشياء كثيرة جدا، ونستطيع أن ندير أنفسنا بأنفسنا. لربما نعاني بعض الشيء، لكننا نستطيع أن نجد آلية ومخرج من هذا الأمر. لكن نحن اليوم في حالة حرب، والسعودية هي من أعلنت هذه الحرب على إيران، ونحن فيها شركاء في هذه المنطقة، وبالتالي لا تدفع السعودية هذا الأمر يعني بسواد عيوننا، ولكن تدفع أيضا لمصالحها. نحن في خندق واحد مثل ما ذكرت لك، هذا أولا. ثانيا، عندما يتحدث الأخ حول منع بعض الإخوة، لا يمنع أحد أبدا من العودة إلى بلاده. ودعني يقول لي أنه في شخصية طيب أستاذ أحمد، أن تعود إلى أستاذ أحمد، لحظة هذه النغمة الوطنية والإحساس الوطني يحسب لك أستاذ أحمد الصالح، لذلك أنا أريد أن أسألك في هذه النقطة، لماذا ليسوا جمعية خيرية السعودية والإمارات ويدعمون المجلس الانتقالي وقيادة الجنوب؟ لماذا؟ ما مصلحتهم في هذا الدعم؟ لماذا يدعمهم في المهرة؟ لماذا ذهبوا إلى سوق قطرة إذا كانوا يواجهوا إيران؟ دعني أقول لك أنه مثل ما ذكرت لك أنه نحن في خندق واحد في الحرب، وبالتالي هناك أيضا بعض الجزئيات لهذه المناطق لتهريب السلاح، كان يمر منها السلاح التهريب للحوثي من اتجاه المهرة، من اتجاه بعض الجزر، وبالتالي تواجد الدول التحالف. دول التحالف لم تأتي لتجر بعض أراضينا، نحن شعب نعتز بدولتنا وبسيادتنا على بلادنا، نحن أسياد الأرض وحكامها، ولن نسمح لأحد على الإطلاق بأن يشاركنا سيادة هذه الأرض على الإطلاق. قمنا بثورة منذ 2007 ولن نسمح لأحد على الإطلاق، وبالتالي ربما يطلقون يعني تهم على الأجندة السياسية الضيقة هي من تحاول أن تتهم المملكة أو الإمارات أو غيرها من الدول. نحن والسعودية والإمارات في خندق واحد، لربما بعض الأحيان تتقاطع مصالحنا، وهذا أمر يحصل بين الدول، لكننا لا يمكن أن نتواجه على الإطلاق. هذه بلادنا، نحن أسيادها. اليوم هم موجودين ويدعموننا في ظل مشروع إيراني وتمدد حوثي في الأراضي، وأنت تعلم الأمر هذا. بالأمس سقطت نهم، وبعدها سقط ابتلع الحوثي الجوف. طيب أستاذ أحمد، الله يعلم أي من طيب دينه. نعلق على خبر الآن، خبر يحدث في هذه اللحظات ما دامت العلاقة جيدة مع المملكة. لماذا اليوم قوات أمنية جنوبية تحاصر مطار عدن وتحاصر قوات سعودية هناك؟
ليست لدي معلومات الحقيقة في هذا الأمر، لكني أعتقد بأنه لربما تكون هذه جزء من التبعات البسيطة جدا حول مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة حول ردات الفعل غير المتوقعة الذي لا نريدها نحن في الحقيقة. على الإطلاق حول ردود فعل أحيانا تخرج لك بعض فصائل المقاومة أو بعض القوى السياسية أو المجتمعية أو منظمات المجتمع المدني تعبر عن رأيها لغضبها، وهذا الأمر ستكون له مثل ما قلت لك تبعات لا نفضلها نحن. ونأمل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتفهمون هذا الأمر، نحن في بلادنا وهذه مؤسساتنا، ربما نحن نتشارك الآن في إدارتها ولكن بما يتناسب مع مصالح الناس ومع نفسياتهم ومع عقلياتهم وأيضا احترام للقانون ومؤسساته. لكن دعني أرد مرة أخرى حول عندما يقول الأخ بأن هناك تم منع مواطنين جنوبيين من قبل أبناء الجنوب، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. عادوا كثير من الأخوة الذين شاركوا في 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 معارك سابقة، وأنا أقول له اليوم هو أو غيره إن أراد أن يعود أنا أضمن له بأن أكون معه مرافق إلى أين يريد داخل الأراضي الجنوبية من الباب المندب إلى المهرة ويتمشى وتحت حماية إن أراد. لا أحد يمنع أحد أبدا من أبناء الجنوب حتى وإن اختلفنا سياسيا على الإطلاق، البلاد بلادهم، سنختلف وسنتفق وسنختلف ونتفق وهذه سنة الحياة، لكن لا نستطيع منع أحد أو نعمل له حظر من العودة إلى بلاده، هذا أمر غير مقبول، لا أقبله اليوم ولن يقبلها أي سياسي آخر على الإطلاق. طيب أستاذ ياسر اليماني، ترفضون، أنت أحد الأصوات التي ترفض منع السلطات الإماراتية لعودة السلطة الشرعية إلى عدن، وترون أن موقف المملكة العربية السعودية ومنعها لقيادة الانتقال من العودة إلى عدن بأنه أمر جيد. يعني يفهم من هذا الكلام أنكم عندما جزء من عملية تسليم البلاد للأطراف الخارجية، وأنه فقط الحديث عن السيادة هو نوع من المزايدة. يا سيدي الكريم، أنا هنا لا 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 أتمنى أن تمنع السعودية ولا الإمارات أحد من العودة إلى بلدنا، هذه بلدنا مثل ما ذكر لك الأخ العزيز أحمد الصالح، وبالتالي ليس من حق السعودية ولا من حق الإمارات أن تمنع أحد، نحن لسنا متشفين فيهم، نحن نقول لهم فقط شوفوا كيف استخدموكم في الفترة الماضية، وكانوا يقولوا أن المجلس الانتقالي وأن عناصر الإمارات هي من رفضت عودة الرئيس، هي من هاجمت معسكرات الرئيس، هي من منعت الحكومة الشرعية، وكانوا هم يتفاخروا أمام الشعب وأمام الشارع أنهم هم من منعوا الرئيس، لكن في حقيقة الأمر من منعوا الرئيس من منعت الحكومة هي دولة الإمارات التي تدعمهم. واليوم كما مارسوا نفس الأسلوب على الرئيس وعلى الشرعية وعلى أحمد الميسري وعلى قيادات الحكومة، مورست عليهم نفس الأساليب وبنفس التصرفات بنفس الطريقة. لذلك نقول على الجميع، نحن نرفض رفضا قاطعا أن يمنع أحد من أبناء اليمن من العودة إلى بلده، هذه بلد الجميع، ولا أحد وصي على بلد اليمنيين. اليمنيين من يمتلكون هذه الأرض هم أصحاب القرار، لا الإمارات ولا السعودية تستطيع أن تمنع اليمنيين. لكن ما يحصل اليوم هي مشروع خاص بالسعودية، مشروع خاص بالإمارات، يستخدمه من خلاله تارة ما يسمى بمرتزقة الإمارات، تارة بالشرعية، تارة بقوات النخبة، تارة بعناصر في المهرة، وهكذا. لا يريدوا انسجام، لا يريد عودة للدولة اليمنية، لا يريد عودة للحكومة، لا يريد عودة للرئيس. لذلك نحن نقول على الجميع أن يدرك أن لا الإمارات جاءت من أجل الجنوب ولا السعودية جاءت من أجل الشرعية، جاءوا لديهم مشروع في اليمن، لديهم مشروع في حضرموت، لديهم مشروع في المهرة، لديهم مشروع السيطرة على الموانئ، السيطرة على المطارات. الأخ العزيز أحمد الصالح تحدث عن الموانئ، يا أحمد زملائك وأصحابك في المجلس الانتقالي عيدروس زبيدي كان محافظ عدن، وهاني بلبريك كان يعني وزير الدولة، والخبقي محافظ لحج، وحامد البلس محافظ شبوة، وأحمد بن بريك يعني محافظ حضرموت، كانت في أيديهم الإيرادات والموانئ والمطارات، لماذا لم يسمعوا شيء للبلد؟ لماذا لم يقدموا مشاريع للبلد؟ أين ذهبت هذه الإمكانيات وأين هذه الإيرادات؟ اليوم عندكم مطار عدن وميناء عدن، أكبر ميناء في المنطقة هو ميناء عدن، ومع ذلك ما يسمى بالميليشيات الإمارات تعرق الميناء بناء على توجيهات الامارات، المطارات مغلقه والموانئ مغلقه، وذهبوا الى سقطرى وذهبوا الى المهره. وياتي الاخ العزيز احمد الصالح يقول لك لدينا قضيه، اي قضيه؟ كانت لديكم السلطه، كان بامكانكم ان تقدموا نموذج افضل من الشرعيه، كان بامكانكم ان تقدموا الامن والاستقرار للناس، للعداله، للمساواه، لكن للاسف بما يسمى مرتزقه الامارات ذهبوا لتحقيق مشاريع لهم. طيب الان استاذ ياسر اليماني، ان تعاتب المجلس الانتقالي وقياداته انهم اهدروا الفرصه التي كانت لديهم عندما كانوا في لمصالحهم؟ طيب استاذ ياسر، مشروع الامارات كان بايديهم ان يعملوا شيء للبلد.
طيب أنت أستاذ ياسر، أن توجه العتب لقيادة المجلس الانتقالي وتقول أنهم أهدروا هذه الفرصة عندما كانوا متمكنين من السلطة في الجنوب. اليوم أيضا قيادة المجلس تتهم الشرعية بأنها معك هي من تضع العوائق لإفشال الاتفاق، لأنها تخاف من ذهاب نفوذها في المناطق الجنوبية. لماذا لا توجه بهذا العتب إلى الشرعية؟ يا سيدي نحن نعاتب اولا، هكذا يجب ان تفهم يا اخي العزيز ويفهم المشاهد الكريم ويفهم ضيفك الكريم من الامارات الاخ العزيز احمد الصالح، ان نحن لسنا مع الشرعيه ولسنا مع الرئيس، نحن متمسكين بمنظومه اسمها الشرعيه، هي منظومه الدوله ما تبقى من ركائز الدوله والجمهوريه اليمنيه. نحن عندما نتحدث انا او غيري كثير من اليمنيين سواء من شبوه او من عدن او من الضالع او من يافع يتحدثوا هو التمسك بالدولة وليس التمسك بالرئيس هادي، الرئيس هادي سيرحل اليوم أو غدا، لكن احنا نقول أن الشرعية اليوم يجب أن يعني تلتقط الفرصة ولو مرة واحدة في حياتها أن تلتقط الفرصة وأن يكون لها قرار وأن تذهب إلى حوار وأن تذهب إلى يعني حلول يعني ترضي اليمن وترضي اليمنيين. 6 أعوام يا سيدي الشعب اليمني محاصر، 6 أعوام الشعب بدون رواتب والشعب مريض والشعب بدون مطارات والشعب بدون موانئ، كل هذا هو الشرعيه تمام. راغده اذا استاذ طيب الحكومه راغده وكل طيب واحد لي اسمح لي انتقل للاستاذ احمد الصالح. استاذ احمد الصالح، استاذ احمد الصالح، اذا الاخبار الان تؤكد حدوث توتر في عدن قريب المطار، هل يمكن ان تكون هذه نذر لان المجلس الانتقالي اليوم يدفع باتجاه مواجهه عسكريه وان ما يحدث الان هو ترجمه لتلميحات المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم عندما قال انه ربما تحدث ثوره جنوبيه؟ دعني اقول لك المجلس الانتقالي هو عباره عن مؤسسه ولديها يعني الياتها التنفيذيه، وبالتالي عملها عندما يكون سيكون عمل رسمي ليس عمل فردي في مؤسسه هنا او هناك على الاطلاق، لكن دعني اقول لك بان الشارع لا تستطيع ان تسيطر عليه ولا تضع له الخطوط على الاطلاق، غضب شعبي هناك كبير جدا. غضب وانفجار شعبي في الحقيقة، الناس غير راضين عن الذي حصل، هذا أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهذا الأول مرة يحصل في تاريخنا بأن يتم منع مواطن يمني من العودة إلى بلاده، هذا أمر ليس مقبول على الإطلاق. وبالتالي نحن نقول بصوت واضح ونخاطب الأشقاء في المملكة العربية السعودية من محبتنا لهم ومن احترامنا لهم وتقديرنا لهم، من اتخذ القرار هذا اتخذ قرار خاطئ وسيتحمل تبعات ليست يعني منطقية ولا يستطيع أحد تحملها ولا يستطيع. ثم خرجت هذه التبعات ماذا يعني ما المتوقع من هذه التبعات التي تتحدث عنها؟ تبعات اننا سوف اولا سنفقد واحديه الجبهه الواحده، نحن في جبهه داخليه الواحده ضد الحوثي لا زالت متماسكه اليوم، نحن والمملكه والتحالف كلنا في خندق واحد، ولكن اذا حصل شيء من هذه الامور تعرف رجالنا يواجهون في الجبهات، اذا حصل اي خلل في العاصمه عدن او في مديريات اخرى خارج عدن يعني ستكون هناك يعني خيارات اخرى للناس، وهذا الامر احنا لا نريده على الاطلاق، لا نريد ندخل في معارك داخليه، لا نريد ان ندخل في مواجهات يعني عبثيه على الاطلاق في قضايا يفترض بها ان لا تحصل في الحقيقه. يعني احنا يعني دعني اقول لك رغم اني سياسي واتوقع ان يحصل كل شيء، لكني انصدمت مثل قرار عبثي من هذا النوع على الاطلاق. وحتى اليوم في اليات معالجتها عندما يتحدثون فيها عودوا الى الرياض، كانوا عندك في الرياض يا اخي العزيز و4 أشهر لم يخرجوا الى طريق، وكانت كلها اجتماعات عبثيه. طيب اشكرك. وكل يوم الشرعيه تصدر قرار لم يخرجوا الى طريق. نحن نقول بوضوح يا سيدي العزيز يجب على قياده المجلس الانتقالي ان تثبت وجودها بالعوده الى عدن، ومن عدن من اراد ان يتحدث معهم يحدثهم من هناك من عدن وليس من ابو ظبي ولا من الرياض، من عدن من هناك يعودون الى بلادهم اولا ليثبتوا لشعبهم وجماهيرهم. طيب استاذنك استاذ احمد الصالح، استاذنك بان انقل هذه النقطه للاستاذ ياسر اليماني، من تتحدث عنهم وتصفهم بانهم ادوات للسعوديه والامارات هم الفعل يسبق القول. بعد البيان الذي تحدث به نزار هيثم اليوم نشهد ان هناك تحرك على الميدان في محيط مطار عدن، الا يدل ذلك ان سرعه الاستجابه لدى المجلس الانتقالي ربما افضل من الشرعيه؟ يا سيدي العزيز اولا يجب ان تفهم ان المجلس الانتقالي مهما عمل يعني بهرجه هنا او هنا او في مطار عدن او في اي مكان لا يستطيع ان يواجه السعوديه، وكلنا يدرك ذلك لانهم يدركوا ان لولا اطقم السعوديه ورصاص السعوديه ورواتب السعوديه ما كان هذا المجلس من الاساس موجود اصلا.
ويجب ان يفهموا ان السعوديه لن تصمت على اي تصرف. ثق من هذا الكلام ان السعوديه والامارات لن يصمتوا على اي تصرف، ولا يمكن ان تختلف السعوديه والامارات من اجل هؤلاء المرتزقه. السعوديه والامارات لديهم مشروع في اليمن، لديهم استراتيجيه في اليمن، عندهم استعداد يخسروا اي حد. وانا اقول لك الان هكذا عبر البث هذا المباشر ان هناك يعني توجيهات من المملكه العربيه السعوديه بعدم السماح بعوده هاني بن بريك على الاطلاق كونه متهم بقضايا ارهاب، وهناك قضايا في النيابات موجوده عليه، كذلك هناك منعان نهائيه من عوده ما يسمى بشلال شائع، وبعض العناصر هناك قائمه موجوده من عدم عودتها نهائيا الى عدن نهائيا. والقائمه هي يبدو من الطرفين، هناك ايضا قائمه ممنوعه من قيادات الشرعيه. اشكرك جزيلا ونختم واختم هذه الحلقه عند هذه النقطه. اشكرك استاذ ياسر اليماني ضيفي من لوزان في سويسرا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وايضا ضيفي من العاصمه الاماراتيه ابو ظبي احمد الصالح نشط السياسي، كنت معنا من ابو ظبي، شكرا جزيلا لكم. انتهت هذه الحلقه من فضاء حر، نلقاكم الاسبوع القادم في حلقه جديده، في امان الله.